شكرا، طلبتوا مني على هذه الحملة اللي واقعة في شبكة التواصل الاجتماعي. كما تعلمون، السياسة بين الدول والسياسة العامة للدولة لا تبنى على ما يقال أو ما يكتب في شبكة التواصل الاجتماعي. هذا إشكال بين دولتين. اختارت الجارة إسبانيا أن تحيل المشكل وتعممه لترجعه أوروبيا، وهذا بدون غير حق. وتبين بالفعل أن التصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي أن إسبانيا خسرت نسبيا لما نراه من نسبة التصويت الغير الكافي الذي كان ضد هاد الإشكال. ثانيا، المغرب الآن الرد سوف يكون بتأني بطبيعة الحال، بحيث يجب دراسة الموضوع من كامل جوانبه، لأن أوروبا جارتنا والجغرافيا لا تتغير، والتاريخ كذلك بيننا 8 قرون تاريخ، كنا عندهم وكانوا عندنا علاقات إنسانية اقتصادية اجتماعية، وعندنا كذلك مشاكل عويصة مردها إلى الحقبة الاستعمارية. وهذا بيت القصيد، لأنه ما جرى يعني في سبتة وما جرى بيننا مؤخرا هو بمثابة الشجرة التي لا يجب أن تخفي الغابة، والغابة هي بطبيعة الحال مشاكل الاستعمار التي خلفته إسبانيا نفسها شمال المغرب في الريف، وكذلك في الجنوب، وخصوصا في الجنوب الذي لا يجب الآن إلا أن يكون الوضوح التام بالنسبة لدولة لها مسؤوليات كبيرة فيما وقع، وتركت كل هذه يعني الجنوب المغربي بدون أي واستغلته أي استغلال. سؤال ثاني، يعني لا أرى بالطبع أن هناك انبطاح مغربي أمام إسبانيا، هذا لا يكون ولن يكون، لأن هناك علاقات مبنية على اتفاقيات ثنائية، وكذلك اتفاقيات بيننا وبين أوروبا نطبقها أحسن تطبيق وبكامل الشفافية، وكذلك الروح البناءة. يجب على المتعاملين معنا كذلك أن يكونوا في نفس الروح، وأن كذلك يطبقوا هذه المبادئ. والإشكال الكبير وهو وضوح الرؤية، وخصوصا كما قلت لكم فيما يخص يعني إشكالية صحرائنا التي نحن فيها، وهي في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك طلبت مني على أن يعني وأنتم على حق بأن أسطول المغرب يجب على المغرب، خصوصا وأن له شواطئ يعني طولها 3500 كيلومتر، لا يعقل أن لا نعيد بناء أسطولنا لكي يكون لنا بطبيعة الحال استقلالية في الميدان البحري، وكذلك وبالخصوص وأن جاليتنا التي تعد بالملايين في أوروبا وغير أوروبا يجب، وكما وقع الآن، أن ترجع إلى بلادها للزيارات العائلية وإلى آخره في أحسن الظروف. أقترح فيما أقترح يعني مرحليا على أن يكون على الأقل بسرعة الآن خط بحري بين البرتغال والمغرب، وهذا قد يخفف من إشكالية لجاليتنا خصوصا في إسبانيا وغرب فرنسا. شكرا.